حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم في فقرة استضافة المبدعين والمبدعات. اليوم احنا عندنا مبدع مميز دائما ما شاء الله بصوته الجميل يعني يطربنا نستضيف اليوم حنا منصور الهويمل، احد المبدعين في مجال الانشاد ما شاء الله. نور صغار ستار يا حبيبي. نور الله يعطيك العافيه. منصور مميز ومبدع وصوت جميل ما شاء الله. قبل احنا لازم نعرف ايش بداياتك، ايش كيف كانت بدايتك يا منصور؟ انا اول كنت احب اني اناظر الجوال. جميل. فجاء يوم من الايام كنت انشد فيه وسجلتني الوالده وارسلت لاخوي ما شاء الله. فبدا مشعل بدا اخوي يقول لي بدا يحفزني اني ادخل هذا المجال، ومن جاء عمري 9 سنوات افتح لي حساب انستغرام وسناب شات ما شاء الله. حلو. والحين مثل ما تشوف الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. طيب يعني خلينا نقول بديت الانشاد، اول انشوده انشدتها وين؟ اول انشوده انشدتها في عالم جمولي. في عالم جمولي. طيب نسمع شيء من النشيد تسويها. تفضل. ما كفاك يلي ضاعت اجمل ايامي معك، مو معك يوم نادى والتفات، ذا الكون كله وما لقاك، انت وينك يلي تجبرني لعينك، يلي تجبرني لعينك ذكرى حلوة، وآه منك يا غلا عشرة. الله عليك. الله يا منصور ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني احنا نقول يوم منصور بإذن الله نشوفك من أكبر المنشدين إن شاء الله. طموحاتك في المستقبل إيش حتكون إن شاء الله؟ إيش مخطط إن شاء الله في المستقبل يعني؟ أتمنى إني أكون يعني منشدين مرة يعني. حلو. وش الفعاليات اللي شاركت فيها دائم وأنشدت فيها؟ في فعالية في الخارج. جميل. وفي فعالية في الرياض تبع أمانة الرياض. حلو. وفي فعاليه في العتيمون. حلو. انت اول مشاركه شاركت فيها بانشوده وطنيه صح؟ ايه. قبل كم سنه؟ كان عمرك 9 سنوات؟ ايه تقريبا. ايه. اتوقع قبل سنه. يعني اول مشاركه لك عن الوطن في اليوم الوطني، كيف كان شعورك لما انت شاركت فيها في الوطن؟ اكيد الواحد لما يشارك في شيء للوطن وهو متربي في هذا الوطن ويحب هذا الوطن يكون لها شعور صح؟ ايش كان شعورك؟ أنا أول ما طلعت على المسرح كنت مرتبك لكن في نفس الوقت حلو، شيء حلو. جميل. كان شعور جميل وانطلاقة جميلة من اليوم الوطني خلينا نقول صح؟ طيب نسمع شيء ثاني ممكن؟ إيه. كان الوعد ما بيننا لقيت عيونك تعال، يلي هناك نحن هنا، تكفى التفت يا ابن الحلال، وعطني من وقتك دقيقة، شوف لك أي الطريقة، الولا ما بالريقة، لا قلت عيونك تعال، ناديت لك من غير صوت، تسمعني بشوفك وأحس، يا أنت أح يا بك وأموت، ما أبغى إلا أنت بس، عطني من وقتك دقيقة، شوف لك أي الطريقة، الولا ما بالريقة، لا قلت عيونك تعال، نحن هنا. الله عليك يعطيك العافية. الله. يا منصور على خلينا نقول الصوت الجميل ما شاء الله تبارك الله. سجلت أعمال في الاستديوهات ولا ما سجلت؟ إي سجلت. ما شاء الله. في لك اعمال كليبات سويتها، ممكن الناس اللي شلون الحين يتابعونا يبون يدخلون على منصور شلون؟ يكتبون منصور هويمل؟ ايه في عندي قناه في اليوتيوب. عندي قناه في اليوتيوب ما شاء الله. في عندي 3 اعمال. ايه. في العمل الاول اللي هو الحالي اسمه سلام يا دارنا، وفي عمل ثاني اسمه العيد عيدي انا والاستاذ محمد حسنان. ايه. وفي عمل اسمه للعيد ميزه انا والاستاذ محمد حسنان والاستاذ عبد المجيد باسل. ما شاء الله الله يعطيك العافيه. واحنا اليوم
سعيدين في تواصلك معنا وفي حضورك وتألقك وابداعك. نبي نختم وياك اللقاء بنشوده من عندك يعني. اذا عندك اللي تبغى اي شيء في بالك. يا قلبي وعذبنا نبعاد نار القلب زاد لو تلحق علينا لا نصبح رماد مشتاق لنفاسك وطيبة احساسك حاولنا نسيانك شو نسوي ما فات. يعطيك العافية منصور، شكرا لك وشكرا لحضورك. حاب تشكر احد اليوم في سكاي ستار على اللي دعموك واللي وصلوك ما شاء الله لهالمكان الجميل اللي انت الان ما شاء الله نشوفك منشد ومتالق ومبدع، وان شاء الله نشوفك بالايام الجايه اكبر واكبر باذن الله. تفضل. حاب تشكر مين؟ الوالده، الوالد؟ احب اشكر الاهل كلهم. جميل. واشكر خاصه الاستاذ محمد حسنان، ومن عرفته الى يومك هذا وهو ما شاء الله ما قصر. يعطيه العافيه الاستاذ محمد حسنان الزميل الجميل، يعطيه العافيه على جهوده. يعطيك العافيه منصور، ان شاء الله اشوفك مبدع ومتالق. خلونا احنا وياكم نشوف فقره ازياء صغار ستار ونرجع لكم، خليكم معنا.